السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعض الأشياء ليست سوى أيام سيئة، هذا كل شيء. فنحن يجب أن نشعر بالحزن لمعرفة طعم السعادة. بعد ذلك دائما ما أذكر نفسي كلما نسيت أن الأيام لن تكون كلها جيدة. هذه هي الطريقة التي تسير بها الحياة. إن الانتصار الحقيقي لأي إنسان ليس في أن يستمر مكاسبه وأرباحه، وإنما الانتصار الأهم هو أن يحول هزائمه وعثراته وخسائره الشخصية إلى نجاحات وانتصارات، وهو أن يؤمن دائما بأن الإرادة والكفاح والصبر على المكاره هي أسلحة الصباح لتحقيق الأمان والأحلام، وقهر خفافيش الظلام التي تجمع بين الهاربين من الحياة.